أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال أنهار اليوم وأيضا خلال الأيام القليلة القادمة. نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها خلال هذه النشرة، هي فرصة أمطار على المرتفعات الجنوبية الغربية تشمل كل من مرتفعات مكة المكرمة والطائف. يوم الأربعاء طقس حار في عموم المناطق ودرجة حرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون أعلى بقليل من معدلاتها. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم مناطق المملكة. تحولت هذه الغيوم إلى رعدية في المنطقة الوسطى، شملت العاصمة الرياض أيضا والمنطقة الجنوبية الغربية. هذه السحبية ناتجة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على وسط المملكة، حيث يتوقع أن تعمل على تشكل بعض الغيوم الركامية الرعدية في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والجنوبية الغربية خلال ساعات نهار اليوم، مما سيعمل على هطول زخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار قد تشمل العاصمة الرياض. في نفس الموضوع ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، حيث يلاحظ استمرار أو تأثر المنطقة الوسطى بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي. يوم الثلاثاء تهطل زخات رعدية من الأمطار تكون خفيفة الشدة بالمجمل وعشوائية ومتفرقة تشمل فرصتها العاصمة الرياض. أيضا فرصة الأمطار تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال الأسبوع الحالي، وأيضا اتساع رقعة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية لتشملكم من الباحة مرتفعات مكة المكرمة والطائف يوم الأربعاء. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة، حيث يلاحظ سيطرة الكتلة الهوائية حارة على المنطقة الشمالية، حيث ترتفع درجات الحرارة هناك وتكون أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام طيلة الأسبوع الحالي، بينما تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، الجنوبية، الجنوبية الغربية وأيضا الغربية، حيث كما ذكرنا تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس صيفي اعتيادي في تلك المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يكون الطقس غائم جزئي مع 29 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء غيوم متفرقة مع 40 درجة مئوية، أما الصغرى 29، يوم الخميس 41 إلى 27، أما يوم الجمعة 42 إلى 28 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.